شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع وثيقة بشأن مشروع إنتاج طاقة كهربائية بقدرة عشرة ألاف ميجاوات من طاقة الرياح ويأتي ذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ومن الإمارات سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر ومسؤول عدد من الشركات